السيدات والسادة، نرجو التكرم بالوقوف حيث يعزف النشيد الوطني السعودي. شكرا زميلي تركي شديد. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة، يقود مواجهة الليلة، يعطي الإذن بعد أخذ وانطلاقة المباراة إلى أن تحققت البداية بالفعل الآن، وبداية نصراوية سريعة معها صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة، الصدي تعود مرة أخرى، نصراوية عرضية بمنطقة الجزاء، تاليسكا بالرأس، لكن والكرة ملعوبة حتى الأجواء في مرسوبة، الكرة تلعب في النهاية إلى صافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة، المحاولة للنصر بعد انطلاقة كانت في اللعبة الماضية طويلة إلى منطقة الجزاء، مقطوعة مبعدة، ترجع مرة أخرى للنصر إلى تاليسكا، تاليسكا في محاولة معها صافرة في محل ثقة الجماهير النصراوية، مثل هذا مثل هذا مثل تاليسكا، تاليسكا انطلق، تاليسكا شق طريقه، لكن في النهاية تمكن الدفاع في الطائي من إبعاد الكرة من أمام تاليسكا وسط مطالبات من الجماهير النصراوية بوجود مخالفة في هذه اللقطة، الحكم طالب باستمرار الرأس مبعدة، ترجع إلى لويس غوستافو وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، مرت كرة لويس غوستافو إلى ركلة مرمى في اليسار، الانطلاق الوصول في منطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرضية الملعب، موسونا شق طريقة من الجهة اليسرى، اندفع للأمام، كان قريب جدا، موسونا هذا جاي مشاغب الليلة، موسونا انطلق في اليسار ومحاولة في النهاية واصلة إلى أسبينا، راحت الكرة على الجعب إلى محاولة للطائي، تمريرة ما كانت مكتملة سبب أرضية الملعب، المباراة معي يعدي من الثاني، خطيرة سعيون بعد كل المرور، بعد كل المهارة والفاصل المهاري اللي قدم أمير سعيود، الكرة لخارج أرضية الملعب، شوف صار التمريرة إلى غوستافو، لا مش طبيعي ابدا، كل ما يحدث في المباراة اذا تاليسكا يضيع فرصة بهذا الشكل فكل ما يحدث غير طبيعي، هذه الكرة من جديد، التسديدة، التصدي، ثم متلمبنزا الى مبنزا، وسبينا قلت لك وسبينا يعني وسبينا، وفيها مغامرة كبيرة يا وسبينا، التسديدة بعيدة الى خارج ارضية الملعب، حاول موسونا ان يستغل وان يستفيد من خروج وسبينا لابعاد الكرة، التسديدة لكنها مقطوعة، تعود للنصر الى بيتي مارتينيز، وتسديدة من بيتي الى خارج ارضية الملعب، الارجنتيني سدد كرة رائعة مرت الى ضياء، لم تصل الى تاليسكا، راحت للخيبري، والتسديده من عبد الله الى خارج ارضيه الملعب، عبد الله الخيبري، تسديده يساريه مرت الى ركله مرمى، تضيع فرصه على من الجهه اليمين، العرضيه، جول، هدف اول من تاليسكا، عرضيه ساحره من سلطان الغنام، واصله لتاليسكا، تاليسكا بكل أناقة، تاليسكا بكل رشاقة، غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر، أول أهداف النصر في شوط المباراة الأول، 1-0 عبر تاليسكا من عرضية رائعة من سلطان، شوف سلطان، شوف سياه، يا 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 العرضية مع الكرة بانطلاقة، الكرة ساقطة، كده ما في فرصة لكن في أوفسايد سريعة لتاليسكا، تاليسكا 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 تاليسكا، هم يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم، تاليسكا يسجل الثاني للنصر، تمريرة بدأت من أسبينا وتاليسكا أنهى
هجمة النصر في مرمى الطائرة للويس جوستافو. أه لاعب وتاليسكا بعرضية، والعرضية بعيدة من تاليسكا إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة النصر من الجهة اليمنى، عرضية باتجاه تاليسكا والرأسية من تاليسكا. تأخر، ترجع الكرة من مبينزا من جديد. مبينزا ارتكب مخالفة، ركلة حرة مباشرة، كرة ثابتة للنصر في راحت لماشاريبوف إلى تاليسكا، وتاليسكا بالنجاح وصلت لتاليسكا. تاليسكا متسلل متسلل متسلل، ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير انطلاقة للنصر إلى محاولة. سلطان، سلطان بعرضية واصلة. امبينزا، امبينزا، اوسبينا، اوسبينا تألق، اوسبينا بغض النظر عن الفطويلة إلى امبينزا، وامبينزا يمررها في أقصى اليسار. اوسبينا، 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 اشبينا يا اوسبينا، اوسبينا. الضغط، يلعبها بعرض الملعب، كرة ما زالت للطائي والتسديدة، لكن رعيدة ركنية والكرة بالعرض، لكن أوسبينا لا شاردة ولا واردة تفوت على أوسبينا، لا شاردة ولا واردة. سعيود، أمير سعيود بتمريرة في منطقة الجزاء، هذه خطرة الرأسية. لا والله، من حكم المباراة المساعد الأول بوجود رأي وتسلل. تاليسكا عند كرة في الجهة اليمنى، تاليسكا متسلل، توقف، تاليسكا متسلل، رأي وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة على تاليسكا بهذه اللقطة. المخالفة على الجهة اليمين إلى موسونا، موسونا طالت على الكرة، خذها لكن طالت على الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الثلاثي لم يتمكن من فعل شيء في شوط المباراة الثاني.